ترى ما زلنا في نفس الموضوع، موضوع التغذية وموضوع الحرص على الاختيارات السليمة في التغذية. معنا اليوم الأستاذة سمية إبراهيم، اختصاصية التغذية العلاجية، وموضوعنا حقيقة المحليات الصناعية. صباح الخير أستاذة. صباح النور منيا. موضوع التغذية إذا بتكلم، إذا بيعطوني مثلا محاضرة حق أي مكان، أتطرق لمواضيع محاضرة، خلينا نقول عن التغذية بشكل عام، أتطرق لمواضيع جدا مهمة ولا تخلى المحاضرة أو السلايدات اللي أنا أحضرها من موضوع السكر والآثار الجانبية للإفراط من استخدام السكر والمعتقدات اللي لها علاقة صباح فيها. صباح الخير، دائما حريصة على هذا الموضوع، تكلمت فيه وايد بالضبط، وشنو البدائل الصحيحة اللي لموضوع السكر، بسبب أن الناس ممكن تعتقد أن المحليات الصناعية تعتبر أفضل من السكر، تعتقد أن بعض المشروبات اللي هي محلية اللي يروج لها في عالم التسويق أن هي صحية أكثر من السكر العادي، لكن المعلومات هذه علميا غير دقيقة. فبس بروح بصورة سريعة، خلينا نقول مراجعه عن اللي قلته الاسبوع اللي طاف. هني انا جايبه اللي هو السكر الابيض والسكر الاسمر، من اكثر الاغلاط اللي قاعد اشوفها واللي قاعد يقولون لي عنها مراجعيني في العياده، اللي هو استبدال السكر الابيض بالسكر الاسمر، اعتقادا ان السكر الاسمر هو افضل من الابيض، مثل ما هو المعتقد او الحقيقه ان فعلا الخبز الاسمر افيد من الخبز الابيض، لكن هذا ما ينطبق على موضوع السكر. فملعقه من واحده من السكر الابيض فيها 16 سعرة حرارية، وملعقة من السكر الأسمر فيها 17 سعرة حرارية. فمن ناحية السعرات هي سعرة واحدة أكثر، لكنها فيها نسبة قليلة من المعادن لا تكاد تذكر فوائدها للجسم، مثل البوتاسيوم وفيتامين بي. الفرق بينهم أن السكر الأسمر تعرض للكرملة أكثر، وبالتالي يظهر باللون الأسمر اللي إحنا نشوفه. تأثيره على السكر مقارنة بالسكر الأبيض هو نفسه. تأثيره في أضرار من ناحية الإفراط في استهلاك السكر، مثل موضوع السرطان والسمنة والإصابة بالسكر وارتفاع نسبة الشحوم في الجسم، هي مساوية لاستهلاك السكر الأبيض، فهذا لا يعتبر بديل نهائي، ما في وجه للمفاضلة يعني أبدا. زائد دائما أنا أقول أن السكر الأسمر إذا أنت جربته بعد منيا ما يحلي وايد مقارنة بالسكر الأبيض، فتحتاجين تحطين أكثر، تحطين بزيادة، فالسعرات حرارية واستهلاك سكر زيادة. البدائل الخاطئة اللي قاعد أشوفها في استخدام السكر بالنسبة حق المصابين بالسكر اللي هو العسل، طبعا إذا كان العسل طبيعي 100% وهو نادر ان نشوفه في الماركت او في السوق، صعب الحصول عليه، صعب الحصول عليه بالنهايه، فهو انا انصح فيه اذا كان يعني طبيعي، او التكرير ماله او البروسيسنج ماله كانت اقل. لكن غالبا العسل اللي موجود في خلينا نقول الاسواق هو ليس عسل طبيعي 100%، وبالتالي لا تاثير ايضا، لا اضرار ايضا مشابهه للسكر العادي. الناس اللي هم مصابين بالسكر يقولوا انا ما احط مثلا مع الحليب سكر، احط مع عسل. نفس الشيء، انا ما احط، أمس مراجعة بالعيادة قاعد تقول لي أنا مع الحليب والقهوة الصبح ما أحط عسل، أجيب تمرة وأذوبها أذوبها لين يصير لهذا حالي وأشربها. تأثيره على السكر نفس الشيء، سواء كان مصدره من التمر ولا مصدره من العسل ولا السكر الأبيض ولا السكر بالنهاية الأسود. سكر يعني. بالضبط. أيضا بديل تكلمت عنه الفقرة اللي طافت اللي هو شراب الصبار أو الأقاف سيرب، للأسف كثير من خلينا نقول زملاء السوشيال ميديا اللي مهتمين في موضوع التغذية والصحة يروجون لأنه هو صحي وموجود في بدائلهم، هو بديل صحي لا شك، لكن الشركات اللي تصنع شراب الصبار اللي هي مادة يأخذونها من بعض أنواع الصبار اللي تعطي طعم الحلات، هي ما هي يعني ما هي بيور أو ما هي صافية 100%، لا عليها إضافات تخليها هو قد يكون أسوأ من العسل أو قد يكون أسوأ من السكر العادي أو قد يكون أسوأ من شراب الذرة عالي الفركتوز اللي يسمونه الميبل سيرب أو شراب القيقب. فهو ما هو يعتبر بديل صحي، هو بديل صحي بحد ذاته، موجود بالطبيعة بديل صحي، لكن التكرار اللي قاعد يصير والتصنيعه ما قاعد يسوي يعني ما قاعد يخليه هو فعلا بديل صحي. يعني ممكن انه يكون الاختيار خطأ، الاختيار المنتج نفسه يعني اختيار الشركه. بالضبط، احنا ما نقدر نتكلم عن الشركات تختاروا هذا ولا تختاروا لا، بس لا يكون اللي هو انتم اطلقتوا حق نفسكم على الموضوع انه خلاص هذا شراب الصبار هو ناجح. صحيح باي غض النظر شنو كانت الشركه، واحنا ايضا كمستهلكين نمونيا صعب ان احنا نعرف بالضبط شنو قاعد يصير داخل صحيح. الشركه وشلون قاعد يطلعوا لنا مثل المنتج هذا بالتأكيد. فالواحد يكون بالسيف سايد افضل له. نيجي على موضوع المحليات الصناعية اللي هو موضوع اليوم، البدائل اللي احنا قاعد نشوفها، المحليات اللي الناس قاعد يضيفونها على الشاي وعلى القهوة اللي موجودة بالقهاوي، دائما في عندك اختيار سكر ابيض واسمر زائد سكشن محليات صناعية صحيح. سواء كانت اسبارتيم او سكرولوز او سكرين. وعلى فكرة ترى طعمها وايد حلو
وايد حلو اكثر من السكر يعني. صحيح طعمها علميا 200% اكثر من السكر العادي اللي هو طعم السويت او طعم الحلا، فهي جدا حالي. فانت لو حطيتي الباكيت كله صحيح يمكن ما تقدرين الشاي او القهوه لانه طعمه وايد حالي، لانه فعلا هو طعمه حالي اكثر، وبالتالي ممكن الناس تستخدم كميه اقل منه. شنو مساوئ المحليات الصناعيه؟ طبعا انا كلها ما انصح فيها ابدا الا محلي راح اتكلم عنه اللي هو ستيفيا، لانه هو جاي من مصدر طبيعي، ايضا الشركه عن شركه تفرق. لكن المحليات المصنعه هي سموها صناعيه لانها مصنعه مخبريا، ما هي موجوده بالطبيعه مقارنه بنبته ستيفيا او شراب الصبار اللي انا ذكرته، مصنعه مخبريا، وهي بالتالي تعطينا طعم الحلا جدا عالي من الطعم السكر العادي. شنو مساوئها؟ من المساوئ الاولى اللي هو يمكن عكس اللي الناس متوقعين فيه، انه ممكن تساعد ان تزيد الوزن بدل ما ان هي تنزله، لسببين. السبب الاول لما الجسم تيله اشارات عصبيه ان انا تذوقت الطعم الحلو هذا، لكن ما ارتفع نسبه السكر في جسمي، فيصير الواحد الجسم يحتاج يجيب مصدر سكر عشان يشبع الاعصاب اللي جت عنده بشعور الشبع، ويجيب معاها فعلا سكر. يعني انا قاعد احس بالحلات لكن جسمي ما اخذ السويت هذا، فتلاقين الناس، وانا لاحظت في زميل معاي بالدوام كان يحاول ينزل وزنه طبيب، فكان يقول لما كنت اشرب مشروبات الدايت اللي هي المشروبات الغازيه الدايت، يقول كنت احس انه ابي سكر بزياده، يعني اروح اوكي خذيت دايت بس ابي بسكوت معاها، ابي رده فعل عكسي. فهو في ناس ما تحس بالشغله هذه، لكن في شريحه كبيره من الناس فعلا تحس ان هي تبي سويت اكثر، وبالتالي ينتهي فيها اليوم انها قاعد تاخذ سكريات من مصادر اخرى بسبب التحفيز اللي صار من مشروب الدايت. هذا السبب الاول. السبب الثاني هو سبب فسيولوجي قاعد يصير داخل الجسم، وهو ان الاسبرتام ينتج عندنا ماده فينايل انيلين، الماده هذه تثبط انزيم جدا مهم يساعد في انه يقلل السمنة بالجسم ويحمي من السكر. فأيضا كيميائيا صار في خلل داخل الجسم، إن بعض انزيمات الجسم تعطلت، والانزيم هذا مسؤول عن المحافظة على نزول الوزن، فأيضا ممكن ينتهي المطاف بأن الواحد يزيد وزنه بدل ما ينزل وزنه من مشروبات الدايت. أيضا دراسة في 2013 بينت أن الناس اللي يشربون مشروبات الدايت كتلة الجسم عندهم كانت أكبر من الناس اللي ما تشرب مشروبات الدايت، وهم هذه فكرة عكسية احنا عندنا اياها. ايضا دراسه من هارفارد بينت ان شرب كوبين من مشروبات الدايت يزيد من معدل محيط الخصر. فممكن واحد صحيح خاليه من السعرات الحراريه، لكن السالفه ما هي بس ان هذا ما في سعرات حراريه وانتهى، لان في اشياء ثانيه قاعد تصير داخل الجسم. فعلا الدراسه هذه بين هي دراسه خطيره، ان الناس اللي يشربون مشروبات الدايت مرتين بالاسبوع، وانا اعرف ناس يشربون منها يوميا اذا مو مرتين باليوم، تزيد عندهم محيط الخصر. واحنا بينا يمكن منيا في كذا حلقه سابقه ان محيط الخصر هو أهم من الوزن بالكامل، كون أن الدهون تتراكم في مركز مهم بالجسم قريب من البنكرياس والكبد وغيره. أيضا تزيد من فرصة الإصابة ببعض أربع أنواع السرطان، وخاصة سرطان اللوكيميا وسرطان الغدد اللمفاوية. بس بقول ملحوظة منيا، لما نزلت أنا بوست بالإنستغرام عن موضوع المحليات الصناعية وشلون أنا شخصيا أجنس أو ضد موضوع المحليات الصناعية، جتني ردود فعل أنا جدا متوقعتها من المجتمع، أن كل الدراسات تقول أن المحليات الصناعية ما لها أي تأثير سلبي. بس بقول شغلة واحدة، الدراسة مو أي دراسة نسويها أنا أقدر أعتمد عليها، لازم أشوف شغلة معينة، منو ممول الدراسة؟ أي دراسة نسويها تحتاج فندنج أو تحتاج فلوس. فكل الدراسات الممولة من قبل الشركات المصنعة للمحليات الصناعية 100% من الدراسات بينت أن المحليات الصناعية سيف، أو المحليات الصناعية تخلو من الآثار الجانبية. بينما الدراسات اللي خلينا نقول يسمونها independent funding أو اللي مستقلة، ما في احد قاعد يمولها ماديا، وانما شركه الابحاث الطبيه نفسها هي مموله نفسها. 98% من هذه الابحاث بينت ان في لها سايد افكت، وان هي لان هذه الدراسات ما لها مصالح في وراها، بس هناك في تسويق لمنتج معين. أكيد فلازم يطلعون بالدراسه ان هي، وبعدين اي دراسه انا اسويها اجيب واحد ستاتستيشن او واحد اللي هو يسوي خبير احصائي، ويقدر في نفس الانبوت اللي انا احطه يلعب بموضوع كيفيه يسوي الاحصاء، وفعلا يطلع ان هذا المنتج مختلف. اكيد فهم هذه يعني ليس موضوع الدراسات يعني خلاص انا اسمع كلمه دراسه فانا اسكت، لا بالتاكيد في لها ابعاد غيرها. اخر شغله ان هي يعني
تغير من بعض الهرمونات وبعض الهرمونات المهمة في موضوع اللي هو تعديل السكر مثل هرمون GLP-1 اللي الحين قاعد يصنعون منه أدوية مثل جنوبيا وغيره، فتؤثر في الهرمون هذا وتثبطه ويصير معدل الإصابة بالسكر أعلى. الناس اللي يستهلكون محليات صناعية بشكل يومي قد تزيد عندهم فرصة الإصابة بالسكر 67% أكثر من الناس اللي ما يستهلكون محليات صناعية. راح أنهي في أنها حموضة المشروبات الغازية الدايت تعتبر جدا أعلى مقارنة بحموضة المشروبات الغازية العادية، كون أنه هو تركيب السكر اللي فيها اختلف، وبالتالي تأثير سلبي على الأسنان أكثر. شنو البديل؟ أنا راح يكون هو صعب. البديل إن أنت لا تعود حلمات التذوق عندك إن كل شيء لازم يكون طعمه سكر. صحيح. أجدادنا وأبائنا إحنا نقولك ما كان فيهم أمراض، وكانوا ما كان فيهم أمراض لأن أكلهم مو نفس أكلنا اليوم. موضوع السكر في يعني من زمان، لو تروحين مئات السنين ما كان في وايد سكر، كانت الطبقة الثرية في المجتمع يكون عندها منحل بالبيت أو يكون عندها عسل، أو بعدين يا موضوع تصنيع السكر من قصب السكر وغيره. لكن إحنا ما إحنا متعودين، جسمنا ما هو متعود إنه يستهلك في الكمية المخيفة من السكر. فالأول شيء يسوي موضوع الديتوكس على موضوع السكر، مو لازم كل أكلنا يكون حالي. زائد ممكن البدائل اللي هو الفواكه، التمر باعتدال، نبتة ستيفيا أيضا، شركة تختلف عن شركة ثانية، لكن نبتة ستيفيا اللي هو محلي ستيفيا هو الأفضل مقارنة بالمحليات الصناعية الثانية. متأكد. الأسبرتيم والسكرولوز شخصيا ما أنصح فيهم نهائيا، الأسبرتيم الموجود في مشروبات الدايت، وإنما البديل أفضل ستيفيا. وأيضا منتجات بعض منتجات الشركات اللي هي المشروبات الغازية راح تطرح في السنة القادمة أو احتمال نهاية السنة هذه مشروب غازي نصه سكر عادي ونصه سكر ستيفيا. الناس قاعد تصير واعية منيا، وبالتالي الشركات لازم تلحق على الوعي هذا وتنقذ نفسها من الإفلاس المحتمل. بالتأكيد. وقضية جدا مهمة طرحتيها اللي هي قضية التعود على الطعم. تشوفي في ناس يأخذونها بالتدريج، مثلا يقول لك كان يشرب القهوة حلوة والحين يشربها سادة، بس بالضبط. إنه ما يقدر بين يوم وليلة، هي قضية تدريج وتعود مثل ما ذكرتي. أستاذة سمية من أكثر المعارضين للسكر والسكريات المحليات بشكل عام، فاللي حاب يسمع نصائحها لازم يعود نفسه على الابتعاد عن السكر تدريجيا. أكيد. صحيح. وذا باستشارة أكيد عند الأستاذة سمية الإبراهيم اختصاصية التغذية العلاجية. شكرا جزيلا. شكرا لك. استكمل بقية فقرات صباح الخير الكويت.